عليكم وصح رمضانكم. توجور مع جنان ماني. اليوم كيفيتين كما العاده، عندنا الجاري وعندنا نقولوا فطيره ولا كسره تاع الفارينه بالكمون. دوك نشوف عندنا لي زانغريديان. فوالا الجاري واش عندنا؟ عندنا اللحم وعندنا الدجاج. اللي يحب يديرها بالدجاج وحدها، اللي يبغى يدير بالحم يدير بالحم وحده، ماشي شرط نديرو للزوج. عندنا البصل، عندنا القزبر، عندنا النعناع، عندنا الطوماطيش تاع الحب تكون مسكرفجه، طوماطيش تاع الكونسونطري ولا تاع الباطن. لي زيبيس واشنو هما؟ عندنا الملح، فلفل الكحل، راس الحانوت، شويه قرفه غبره، العكري، وعندنا بيان سور الفريك. فوالا هذا بوغ الجاري. ما ننساوش عندنا الحميصه فيتا داي، وعندنا بوغ الكسره ولا الفطيره تاع الفارينه عندنا لافارين، عندنا الكمون حب، عندنا الزيت، الملح، وعندنا لا لوفير شيميك ايطاليا فيها 8 ساشي اقتصاديه. فوالا راح نبداو على بركه الله. فوالا بلا ما نقول لكم عندنا توجور عندنا الزيت، ندير الزيت كما قلت لكم. انا راني راح درت ميلانج، عندي شويه لحم وعندي شويه دجاج. نتوما اللي عنده الدجاج يدير الدجاج، اللي عنده لحم يدير لحم، ماشي شرط. نزيد شويه النار. تعرفوا باللي الماء الطاطين يبغوا النار شويه تكون قويه. وعندنا شويه ريح اليوم، صافي من النار شويه تهرب لنا. درت الحم، ندير شويه بصل. شتو هنا الجاري ما عندناش بزاف الخضره، ما عندناش فاصون كاع الخضره، عندنا برك الطوماطيش تاع الحب. فوالا خلي شويه ينقلى. هنا انا الفريك تاعي شفتو بلي درتو شمختو من قبل. علاش شمختو من قبل؟ باسكو انا حنطيبو من الاول ماشي في التالي. اللي يحب يدير في التالي مش يشمخو ويطيبو في التالي، انا نو، انا حشمختو باش نطيبو مع الاول. ما ننساش القدره تاعنا، توجور نقلو مليح الدجاج مع البصل والحم. راح نزيد الطوماطيش تاع الحب ونخليهم ينقلب. فوالا الطوماطيش تاع الحب تعطينا بنه. فوالا نولو الخبز تاعنا. قلت لكم درت الفارينه، الملح، الكمون، ندير شويه زيت ابوبخي نص كاس تاع الزيت. فوالا خلطت مليح، نروح نرونو بالماء. شتوها سهله ماهيش حاجه كبيره، ما تدي وقت، ما تدي لي زانغريديون، سورتو في رمضان نحبوا حاجه سهله وتكون بنينه وخفيفه. ومام الفارينه تعرفوا فيها ماده الجلوتين، ما نعجنوهاش تخرج لنا شابه. بلا ما ننساو الخميره تاعنا، نشتوها اليوم انا درتها في التالي، نتوما تقدروا ديروها في الاول. عندنا لا لوفيغ ايطاليا، شتو بلي ايكونوميك، فيها باكي فيها 8 ساشي، ما يتبحروا لكمش في الباطا ديروها. فوالا انا راح نستعمل لا مواتي باسكو ما عنديش كونتيتي كبيره تاع الفارينه. فوالا هنا نعجنها شويه برك، نزيد لها شويه تاع الزيت. شتو بلي ما داتش بدات لنا شويه وقت. فوالا هنايا نخلوها
ماشي اوبليجي نخلوها تخمر، باسكو الخميره تاع الكاطو ما تسحقش تخمر، تخمر كي نبداو نطيبو بيها. فوالا نولي القدره تاعنا. دوكا ندير القزبر والنعناع، خليتهم قريب في التالي باش يقعدوا لنا بنة تاعهم. عندي طماطيش تاع الباطا، فوالا ندير الملح، فلفل كحل، راس الحانوت. نتوما راس الحانوت خيروه على حساب واش تحبوا، كاين الاخضر سا ديبون واش فيه لي زيبيس، كاين الاحمر، كاين الصفر. دير شويه تاع قرفه ما نكثرش، انا ما نخافش تجيني المرقه بيضاء ولا حمراء، باسكو ديجا فيها طماطيش وفيها العكري. نخلط كلش مع بعض وندير الفريك. قلت لكم انا الفريك راح نديرو في الاول، ديجا كنت شمختو. نحرك مليح، وانا راح ندير حميصه تاعنا تاع فيتادي، عندكم الصغيره والكبيره، نتوما كل واحد واش يحب الحميصه. فوالا دوكا راح نمرق باش الفريك هذاك ما يلصقلناش. فوالا ونغطي عليه ونخليها يطيب على النار شويه تكون قليله باش اللحم تاعنا والدجاج يطيب. ونروح فاصل ولينا لكم. الشوربه تاعنا راهي وجدت، وانا في الفاصل راني وجدت مع العجينه، راني درت دي بتيت بول فوالا فصلنيتهم. فوالا ثم عندكم ان بلان طرافاي، انا عندي السنيوه. فوالا اللي عنده الحلال يقدر يدير بالحلال ولا يدير بيدو. بكري كنا نديرو غير بيدينا، ما كناش نحلوها بالحلال. بصح دوكا باش نساعد الخدمه ولا تجينا الخدمه سهله. فوالا درت المقله تاعي، نتوما ديروا تقدروا ديروا مقله اللي ما تلصقش ولا طاجين. فوالا نديرها فوق الطاجين، ماهيش حاجه اللي راح تديكم وقت. انا نكمل كاع الخبز تاعنا، الشوربه تاعنا راهي واجده، حنا نكملوا الخبز تاعنا يطيب. فوالا مازال ما سخنتليش مليح المقله، روحوا فاصل ونشوفوا الاطباق الواجدين. رانا ولينا لكم اطباق النهار اليوم راهم واجدين. الشوربه ما قلت لكمش كي طيب الشوربه زدنا له قرن تاع حار، اللي يحب الحار يدير الحار، اللي ما يحبش سي با اوبليجي. والخبز راهو واجد، نوري لكم الشوربه. زدت لها شويه في التالي قزبر والنعناع، فوالا وعن توجور مع مخللات فيتادي. عندنا الحار المرقد وعندنا الزيتون تشكيله تاع زيتون. صحة فطركم والى الملتقى ان شاء الله. سلام.